يا مساء الفل على احلى واجمل واطيب ناس في الدنيا، حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين. على غير العاده احنا النهارده معاكم هوا، يا رب تكون مفاجاه ساره، يا رب اكون ضيفه خفيفه احنا وكل قناتنا على قلوبكم وعلى حبايبكم. النهارده يوم الجمعه، يعني قعده ولمه وصحبه جميله قوي، انت وعيلتك، انت وكل حبايبك. النهارده بوعدك بسفره حلوه قوي، خفيفه لطيفه، فيها الحلو وفيها الحادق كمان، بس كلها هتتحضر في اقل من ساعه. بس كل ده بعد الفاصل، استنونا. جمعة مباركة علينا كلنا، ورب كل أيامنا مليانة ببركة ربنا، ورب متجمعين إحنا وكل حبايبنا وقاعدين كده مستنيين. ها يا ست الكل، هتأكلينا إيه النهاردة؟ ما هو الجمعة غير أي يوم تاني، قاعدين أجازة ومستنيين الحلو والحادق من إيديكي. بصي بقى يا ست الكل، طلباتك كلها عندي النهاردة، عايزة فراخ، طلبك عندي، هي فراخك، هنحط عليها شوية توابل ونحط عليهم الرز اللي هتعملي فراخ ورز وي 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 بس، وهنعمل أحلى مكبوس كويتي يجنن. الوصفه دي كده من البلد الجميله، من بلد الكويت بكل اهلها، وبرحب بيهم، ولينا فانز كتير بيتفرجوا علينا من الكويت، فيا رب يا رب اعملها يعني تعجبكم. وهتلاقوني شويه بغير في طريقتها بما يعني الاقيه سهل عليا انا، يعني انا احيانا كتير انا عارفه ان الطريقه للوصفه دي بتكون 1 2 3، انا ممكن اروح عامله 1 3، انا بحب اسهل الحاجه على نفسي، فان ما لقيتوهاش بنفس الترتيب يعني ارفقوا بيا. اتفقنا اتفقنا، تعالوا بقى نقول المقادير، يلا بينا. وهستنى تليفوناتكم تقولوا لي انتوا طبخين ايه النهارده، ما يوم الجمعه غير اي يوم زي ما اتفقنا. طيب هقول بقى المقادير بتاعتي، هحتاج ايه؟ بصله مفرومه، 4 فصوص ثوم مفرومين ايضا، شويه فلفل حار متقطع خلاص، بس طبعا اختياري، اي حاجه حاره يا جماعه طبعا اختياري. هحتاج بقى علشان المكبوس يطلع مكبوس، محتاج شويه توابل، توابل زي ما بتتعمل في بلدها. هحتاج ايه؟ 3 لومي، واحد يكفي معايا عادي جدا. هحتاج اعواد قرفه، شويه حبهان كده بس مش مطحون، انا عايزاه فصوص، و3 قنفل، وورقه لوري، وكمان هحتاج ايه بقى؟ هحتاج فراخ بعدد افراد يعني اسرتك، يعني لو ربع لكل فرد انت متعوده على كده فهتجيبي الفراخ. انا النهارده هستخدم اربع اجزاء فرخه كامله خلاص. طيب هستخدم ايه تاني؟ محتاجه ايه تاني؟ طماطم متقشره مهروسه او مضروبه في الكبه نص ضربه خلاص، صلصه لو عايزين اللون الرز يطلع ايه قوي كده. هحتاج كمان 2 كاري، معلقه كبيره بهارات خلاص، اللي هي 7 بهارات او البهارات اللحمه، مكعب مرقه خضروات، وطبعا ميه مغليه علشان الرز، وبابريكا، وطبعا هحتاج بقى الرز بسمتي منقوع، يعني مغسول ومنقوع نص ساعه. ليه بقى؟ احيانا بصوا بتبقى شبيهه بالبرياني، البرياني بيبقى الرز فيه مستوي بزياده، مش مستوي بزياده، هو واخد سواه بس منقوع قبلها خلاص. وطبعا للتزيين فلفل احمر وفلفل اخضر حار، وايه نشطشط العمليه على الاخر. بص هنقول بقى يعني انا هعملها ازاي. يلا هجيب الحله بتاعتي اهي، طبعا طبعا تسخن اهم حاجه، فانا همسحها بس كده منديل فيها نقطتين ميه وتسخن خلاص. احب بقى احط ايه؟ احب احط زيت على سمنه عشان يفلفلولي كده. انا احب بص بقى، انا هشوح الفراخ الاول، هشوحها في التوابل، هشوحها في التوابل، هاخد كل الطعم اللي فيها هنا، هي حله واحده بوعدك، حتى هتقفي تعملي كل الوليمه دي بس برضو في حله واحده خلاص. يبقى ادي السمنه بتاعتك، عندك زبده اوكي، عندك زيت مش هيقول لا، اي ماده دهنيه انت عايزه تحطيها حطيها، ادي اهي خلاص. وكمان عليها شويه الزيت عشان انا بحب الفلفله، بحب كده الرز يبقى ايه مفلفل، وكمان الفراخ تاخد لون حلو
طيب قول قال لي يا استاذ حسين. الفل وكل يوم احلى اكله يا شيف. ازيك يا استاذ حسين؟ جمعه مباركه. الله يخليك. ايه رايك نورنا النهارده والله يا شيف؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ والله مفاجاه سعيده والله. احنا سعداء ان احنا شفنا حضرتك النهارده. والله انا اللي سعيده جدا ان انا يعني بدخل بيوتكم في يوم جميل زي النهارده. والله حضرتك منورانا والله يا شيف والله. ربنا يخليك يا استاذ حسين. ربنا يخليك. قول لي طبخين ايه النهارده؟ النهارده الجمعه بقى قاعد في البيت ولا شغل؟ لا شغل، انا نزلت شغل. شغل طيب. عاملين اكل ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده عاملين فاصوليا كده باللحمه الضاني. الله الله، احنا كنا عاملينها الاسبوع اللي فات. الله الله الله، اتفضلي معانا تستاهل والله يا شيخ. مسافه الطريق افتح لي الباب. دايما عامر يا استاذ حسين. الله يخليك، تسلم ايدك على الحلقه النهارده والف هنا عليكم والله يا شيخ. ربنا يخليك، دايما منورانا بالمفاجآت دي بتاعت الحلقات دي. تسلم لي يا استاذ حسين. الف شكر الف شكر، مع الف سلامه. طيب عندي بقى ايه؟ السمنه سخنت معاها الزيت، اللومي هنزله هنا. بعد ما بعمل ايه في اللومي؟ اخرام كده بالشوكه. خلاص اهي، بصوا بقى عايزه اقول لكم على حاجه. اللومي ده هو الليمون المجفف، ماشي؟ انا ممكن اعمل واحده بس، خلاص لازم اديله شوكه كده وانزله. حطه بقى، اقعد قرفه. انتوا شايفين انا بطعم السمنه بايه والماده الدهنيه بتاعتي بايه؟ بتوابل خطيره هتطعم لي الاكله كلها والطبخه كلها. لوري قرنفل، اوكي. تعالوا كمان ايه، رشه من هنا بقى من كل التوابل اهو، بابريكا وكمان الكركم والبهارات المشكله. الله على الروايح، الله. ومكعب كمان مرقه. كل ده يا بيبا، كل ده. ونروح عاملين ايه، مقلبين كده. شايفين بقى كل ده بقى ساح عندي السمنه بتاعتي والزيت بتاعي بقى منكه. خلاص اروح نازله بايه بقى؟ بالكوكي بتاعتي. يلا اسمع صوت التش ده بقى، مهم جدا صوت التش ده بقى، مهم قوي علشان الفراخ عندي تاخد لون حلو قوي وتاخد كمان طعم والريحه تجنن. مش عايزه اقول لكم ريحه عامله ايه. وقول الو يا ام طه. ازيك يا حبيبه قلبي؟ يا صباح الفل. يا صباح الجمال. يا مساء السعاده. ايه المفاجاه الحلوه دي النهارده؟ انا بتاعت المفاجات، قلت اطلع بقى اقعد معاكم النهارده شويه كده. انا عارفه ان كل كله انا عارفه ان البيت كله بقى النهارده اجازه، قلت ادخل البيت من بابه بقى تلفزيونه. انا ابني نادى عليا وقال لي الحق يا شيف فيانا النهارده، قلت له طب هات التليفون بقى الحق الاول قبل ما ارن واديني مشغول. ايه حبيبتي يا حبيبتي، وحشاني والله. عامله ايه اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. حبيبه قلبي انا بخير طول ما انت بخير والله. حبيبتي جمعه مباركه عليكي انت وكل اهل بيتك يا رب. الله يخليكي. ودايما مجمعاهم حواليكي بكل يا رب فرح وسلام كده، ودايما عامل. احنا وانت يا حبيبه قلبي. حياتي قولي لي. منك عمري. عامله اكل ايه النهارده؟ عامله كرومب النهارده. الله بقى الله. طب اروح فين؟ اروح عند الناس اللي عامله فاصوليا وروح الناس عنده عامله كرومب يا جماعه؟ خلاص تعالي هنا شويه وانا شويه. خلاص اسكان كده ماشي. طب الله يخليكي لينا يا حبيبه قلبي، ما نتحرمش منك يا حبيبتي ولا تحرم. كل يوم جديد فعلا برنامج اسمه على مسمى. حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي والله. والله الله يبارك لك يا رب، وفي المزيد يا رب كده من نجاح يا رب. امين يا رب، دعواتكم دايما والله هي اللي بتسندني. خليكوا ليا، مع الف سلامه يا حبيبتي. بصوا بقى انا هعمل ايه بعد ما اخد اللون المتين ده. عايزه اقول لكم ده لون وسوى، ده مش لون وبس، ده لون وطعم ونكهه وسوى. الفراخ يا جماعه بتاخد شوت رهيب في التسويه بالطريقه دي، وبتطعم جدا جدا جدا، بتطلع طعمها بقى عارفين اللي هي واخده البهاريز، عارفين كده واخده البهاريز. ونقول الو يا ست الكلب. الو عامله ايه حبيبه قلبي؟ ايه اخبارك؟ ايه النور ده النهارده؟ قلت اطلع اطب عليكم. اشوفكم بتعملوا ايه.
بنتفرج على الشيف فيفيان. حبيبتي ربنا يخليكي، جمعه مباركه عليكي انت وكل حبيبتي وكل حبايبك. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وجمعه مباركه عليكم كلكم. امين يا رب. قولي لي عامله اكل ايه النهارده؟ انا عامله ليا طاجن كوسه، علشان انا كده نزلت حوالي 6 كيلو. انا كده احترت. ليه؟ انا كده احترت، اروح فين بقى انا دلوقتي؟ اروح فين انا دلوقتي؟ لا ما تقلقيش هنطلعهم تاني. لا لا انا قصدي يعني الكوسه بحبها جدا، والفاصوليا باللحمه بحبها قوي، وام طارق عامله كرومب. طب اعمل ايه يا جماعه انا دلوقتي؟ بعدين انا اروح اشوف هعمل اكل ايه بقى بعد ما اخلص هنا. خدوني عندكم اسهل. كل حاجه من ايدك حلوه والله. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها. حبيبتي تسلمي لي والف هنا. تسلم ايدك. وبرافو عليك انك خسيتي. ايوه بنتي شكلك بتظبطي الفستان فرح اسلام على فكره. والله انا فهماكي. والله لسه ما جبت لنفسي حاجه، انا كل ده بظبط في موضوع الشقه والعفش. حبيبتي ربنا يقويكي. عقبال يا رب ما تعملي لاولادك ان شاء الله. حبيبتي امين يا رب. ويفرحك بيهم يا حبيبتي. تعيشي يا قلبي ويفرحك بولادك يا رب. امين يا حبيبتي. ويفرحنا بيوسف ان شاء الله. شكرا حياتي ربنا. حبيبتي قلبي وسلامي لكل كرو البرنامج ويوصل حبيبتي. يوصل يا حبيبتي. يوصل. حبيبتي منوره الدنيا. حبيبتي ربنا يخليك مع الف سلامه. طيب بصوا يا جماعه، بصوا بقى الفراخ عملت ايه؟ اخدت لون ازاي رهيب؟ اخدت لون حلو جدا. اروح مطلعه بقى ايه؟ بصوا بقى. احط هنا البصل واحط الثوم، واخدين بالكم؟ واحط الفلفل كله كده يا فيفا. اه كله كده. واحط كمان الطماطم ماشي، واحط ايه كمان؟ معلقتين الصلصه خلاص. واسيب بقى الفراخ بتاعتي في كل التتبيله دي لحد ما نروح الفاصل، ونرجع بسرعه نكمل احلى مكبوس كويتي ما حصلش. استنينا. عايزه اقول لكم ان الفراخ بتاعتي ريحتها طلعت. بصوا بقى انا ما حطيت لهاش اي حاجه غير طماطم فلفل صلصه ثوم بصل. هما بقى بينزلوا الميه بتاعتهم كده عليها خلاص. ريحه تجنن. بصوا بصوا هي اللي بتنزل ميه ازاي، ما حطيتش اي حاجه. شايفين الصوص بقى؟ طيب الفراخ عندي بغطيها لحد ما تستوي بالطريقه دي، لحد ما تستوي بالطريقه دي، يعني اقطع شط فيها تسويه رهيب. وبعد ما سويناها اروح شايلاها. بصوا انا بعمل كده خايفه ايه تتقطع معايا، لانها فعلا بتاخد شط تسويه حلو جدا. اروح مطلعه بقى اهي الفراخ بتاعتي. انا فاضل لي ايه؟ ها برافو الرز. اروح منزله الرز كله هنا بس كده. نزلت الرز واقلب بقى الرز يستوي في الحركات دي كلها. ثواني بقى، في نقطتين رز هنا هنزلهم لان يعني دي هتطلع خطيره اهو. ايوه مش هقدر هقولهولهم اهو. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ ده لونه وطعمه وريحته، لونه وطعمه وريحته هيبقى تحفه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح حاطه الميه بتاعتي السخنه اهي، واحط قرنين فلفل سخن خلاص اهي، واروح حاطه الميه بتاعتي اهو. القرنين الفلفل دول انا فتحتهم بس ايه فتحه حلوه عشان ينزلوا الحموه بتاعهم. هتقولوا لي يا بيبي هو ناقص ما في فلفل؟ مش استحملوني، استحملوني يا جماعه استحملوني. يعني نعمل ايه؟ مشكلتكم ان الشيف اللي بتحبوها بتحب الشطه، بتحبكم بتحب الشطه. هعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ هغطي الرز، واول ما يتشرب هرجع الفراخ. اتفقنا؟ هغطي الرز واول ما يتشرب هرجع الفراخ بس كده. اقوله يا رفائيل ازيك؟ نفسي يا رفائيل مكالمة تكمل. نفسي يا رفائيل مكالمة ليك تكمل. طيب
المكبوس الكويتي ده بما انه حار بما انه مشطشط بياكلوا كده حاجه اسمها معبوج الكويتي. ايه المعبوج ده؟ تعالوا لكم المقادير ونعرف انا وانتوا بعد كده ايه المعبوج ده. عباره عن ايه؟ كيلو فلفل احمر حار، خلاص، طماطمتين مكعبات، بصله، خمس فصوص ثوم، زيت زيتون، بصله مفرومه، معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح. تاني المعبوج الكويتي، عايزه اقول لكم بقى المعلقه منه على الفراخ الدايبه وعلى شويه الرز، اوف اوف، مش عايزه اقول لكم. زي كده حاجه زي الدقوس، عارفين كده، هو شبه الدقوس، عباره عن ايه؟ فلفل احمر حار كمان اللي انت عايزاها، عليهم اتنين طماطم مكعبات، خلاص، عليهم بصله، خمس فصوص ثوم، زيت زيتون، بصله مفرومه، معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح. عايزه اقول لكم بقى، الله، انا بقى قلبي بيرفرف من الحاجات دي يا جماعه، بحبها قوي، الصوصات المشطشطه الحاره دي بالفلفل انا بحبها قوي. اقول الو يا ام ادم. قلبي انا منورانا النهارده حبيبتي، عامله ايه، اخبارك؟ عشان تعرف ان احنا متابعينك، خلي بالك، ربنا يعني يخليكوا ليا. ربنا يخليكوا ليا. القمر ده عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. انت عامله ايه، اخبارك؟ رنون القمر اللي ردت علي، انا بعشقها والله. انت رنا؟ والله بحبها حبيبتي. حبيبتي كلنا بنحبها. والله دي كيوت خالص يا عسل، انا عايزه اخدها في الصعيد. امال يا جماعه، الكيوت للكيوت يعني، ما ينفعش شيف تبقى لذيذه ظريفه كده وتبقى رئيسه التحرير بتاعتها مش صعيد، صح؟ بس احنا بنحبها برضه. ده حبيبتي بحبها جدا. عامله ايه، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، منوره النهارده خالص. وايه الطريقه الحلوه للفراخ؟ ربنا يخليكي. عامله اكل ايه النهارده؟ احكي لي كده. ربنا يحفظ. انا بصراحه ما تزعليش، انا هاكل ملوحه. ملوحه؟ والله يا نهار ابيض بقى. طب وبعدين يا رنا احنا هنروح فين دلوقتي؟ ضرب ضرب نار. هنروح فين يا رنا؟ بتقولي ايه؟ نحن نختلف عن الاخرون. لا ده انت تختلفي خالص، ده انت تختلفي خالص كده. ربنا يخليكي. عامله ايه؟ والله وحشانه، انا قلت اسلم عليكي حبيبتي. وبنتي جود عايزه تسلم عليكي، معلش عشان بتعيط من المره. قوليلي. انا يا شيخ يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. حلوه؟ انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي يا روحي. قولي لي، ماما عامله ملوحه النهارده، انت هتاكلي ملوحه معاها ولا انت ايه نظامك؟ مين؟ مين؟ نورتيني يا روحي، نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامه. طيب يا جماعة، دايما عامر طبعا وكل البيوت يا رب فيها الخير والبركة، وكل واحد عايز اقول لكم لولا اختلاف الاسواق لبارة السلع. يعني بصوا كده، عندنا هنا يعني حد عامل فاصوليا وحد خير وبركة، يعني الحمد لله، شكرا يا رب. ودايما يا رب كل البيوت ايه عمرانة بحبايبكم. بصوا بقى، انا بقطع الفلفل الحلو ده معايا اهو، وبعدين هضربه في الكبة، وبعد ما اضربه في الكبه احط عليه كل حاجه عندي، طماطم وبصل. انتوا فاهمين يا جماعه احنا رايحين فين؟ احنا رايحين يا جماعه في، عايزه اقول لكم يعني صوص خطير، الناس عشاق الشطه يعني انتوا هتتبسطوا قوي من اللي انا هتشكروني على اللي انا بعمله ده. هي شبه شويه الهريسه، صح؟ بس لا، فيها شويه ايه اختلافات. تعالوا نضرب كده ده. خلاص، بعد ما عملت دول احط عليهم ايه عندي هنا، ايه، بصل، وعندي توم، التوم اهو، وادي البصلايه بالسكينه بتاعتي، واروح انا عندي هنا بصلتين. طب احنا هنعمل ايه؟ هنحط بصله دلوقتي هنا، خلاص، والطماطم كمان، والتوم، والبصله التانية هتنزل على النار، بقول لكم خطيره. تعالوا كمان نحط الملح، نملحها كمان بالمره اهو. يلا نضرب بقى.
بصوا بقى عندي عامل ازاي، ومفروض ان انا اقعد اضرب فيه تاني. خلاص هروح بقى على النار واقول الو يا استاذ منتصر. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ايه يا عمي، جمعه مباركه عليك انت وكل اهل بيتك. يا ربنا يعزك، ولا احنا مستنيين نسمع صوتك والله. ربنا يخليك يا استاذ منتصر، ربنا يخليك. قول لي عاملين اكل ايه النهارده؟ انا مش عارف، ما نشوف هنسمع صوتك هنبقى فرحان والله. ربنا يخليك يا استاذ منتصر، والله ده انا لما بسمع صوتك ببقى مبسوطه. عايزين طرف المكرونه البشاميل والكفته. نعم، بس الكفته والمكرونه البشاميل. عملتها؟ ما باظت مني، مش بعرف اعملها. باظت منك؟ لا احنا ننزل لك بس كده، ده احنا ننزل لك احلى مكرونه بشاميل ونقول لك بتتعمل ازاي، والكفته. أيوة كمان. كفته حياتي ولا كفته عاديه؟ كفته انت طيبه. عاديه. كفته عاديه دي سهله جدا. عيوني حاضر، هجيبها لك المقادير وهنزلها لك. حضرتك طقم البيت كلهم بيسلموا عليك، بيصحشوك وبيسمعوا صوتك. هم والله يسلمي على كل اهل بيتك والله. وعمار، وعمار هيسلم عليك برضه، توحشك. اتفضل دوني. كلموني منين؟ الو الو. اي روحي ازيك عامل ايه؟ رايق الحمد لله. كيف يا ايه اخبارك؟ رايق الحمد لله. انت بتكلمني منين يا عمار؟ انا من بورسعيد. من بورسعيد؟ بحبك انا قوي، بحبك قوي شيفا يا حبيبي. ده انا اللي بحبك جدا، ومكالمتك دي فرحتني قوي. انا نجا حمادي. انا من نجا حمادي. من نجا حمادي؟ ما انا سمعت بورسعيد ازاي. نورتني يا حبيبي. شكرا شكرا. نورتني، مع الف سلامه. نورتني. طيب بصوا بقى انا عملت هنا ايه، حطيت الزيت بعد ما ضربت دي كلها. خلاص هروح عامله ايه دلوقتي، حاطه البصل تمام، وهقلب فيه. انا عايزاه يدبل، وبعد ما يدبل هعمل ايه، هروح حاطه التحفه ده، النار الحار ده، هحط الصوص ده كله اللي انا عملته، اللي هو طماطم وبصل وتوم والفلفل، وكمان حطيت عليه الملح. هحطه على هنا. هنعمل ايه بقى لحد ما احطه والبصل يدبل؟ نروح فاصل صغير، ترجعوا لي بسرعه هستنيكم. ورجعت لكم. بصوا بقى حطينا هنا، انا لقيت بس ان ايه الفلفل هيبقى كبير وكتير على الطاسه اللي كنت شغاله فيها، فنقلته في الوك هنا عندي. خلاص حطيت الفلفل اللي انا كنت ضرباه بالطماطم بالبصل بالثوم على ايه، على البصل اللي انا دبلته في شويه زيت. خلاص هنزل بقى دلوقتي عليهم بايه، بشويه سكر اهم. تمام كده، تمام كده، واسيبه بقى على نار هاديه لحد ما يعقد. يعني ايه يعقد يا بيفا؟ يعني زي ما تقولوا كده يبقى الصوص بتاعه تقيل. هو هينزل ايه في ميه، شايفين هينزل في ميه، والسكر هيخليه ايه يعقد شويه، هي دي الفكره. بيبقى بقى خطير، بقول لكم شبه الهريسه بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف الرز. حلو قوي كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوريكم بس ان هو خلاص، انا مش عايزه اقلبه. بصوا بصوا الرز عندي هنا اهو، شايفين؟ خلاص اهو بيقول انا استويت. هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه بقى؟ هروح مرجع الفراخ حلوة دي اللي هي خلاص اخدت سوا حلوة قوي، هرجعها على وش الرز، ياخدوا الاتنين من بعض في حلة واحدة اهو، كله عندي في حلة واحدة. شايفة بقى البهاريز دي كمان ما تسيبيهاش، اللي هي نزلت معانا دي في الطبق اهي، ما بسيبهاش ومنزلها كمان. تمام كده، تمام كده. واروح عاملة ايه، مغطية تاني، اروح هزلها بس كده عشان مش عايزة اقلبها اهي، زي كأني بعمل محشي، واروح مغطياها تاني، واروح حط الحلوين دول على الوش ياخدوا لي نفس وريحه، القرون الفلفل. خلاص طيب تعالوا بقى نعمل الحلو. نعم امنيه. الو يا امنيه،
ازيك يا فيفيان؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله، احنا بنموت فيكي والله. بابا بيحبك جدا وبيموت في ضحكتك. سلامي لي، يعني الراجل الجميل بجد والله. انا بقلد ضحكتك من حب والله فيك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي والله. سلمي لي، سلمي لي عليه جدا جدا جدا. بابا اسمه ايه؟ بابا اسمه علي. انا امنيه. اهلا بيكي يا حبيبتي، ويعني اشكري لي جدا الاستاذ علي والحاج علي، والله اشكرهولي قوي قوي، وبلغي سلامي وتحياتي. عايز يسلم عليكي. ادهوني. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ايه الحلاوه دي والاكلات الجميله دي؟ والله ربنا يخليك، والله ده من ذوقك. انا اللي عرفتهم بالبرنامج بتاعك والله. ربنا يخليك. بس بتعمل حاجات رهيبه وجميله والله. تسلم والله وتشكر على كل كلامك والله. انتوا متعرفوش يا جماعه فرحتوني ازاي والله، ربنا يخليك. شكرا. انا والله العظيم عايز اتصل بيك عشان اتعرف فيكي، انت شيء والله ما وصفتيش. شكرا، ربنا يخليك، ربنا يخليك والله. ميرسي على كلامك الحلو ده. الله يخليك. تسلم لي والله، تسلم لي على المكالمة الحلوة دي. السلام عليكم. مع ألف سلامة، جمعة مباركة على حضرتك وكل أهل بيتك، مع ألف سلامة. طيب بصوا أنا هنا، بصوا عملت إيه، بصوا عمالة بقى تبقبق تبقبق، والسكر بقى إيه هيعيدها لي كأني حاطة إيه عسل، شايفين؟ وهي إيه هيدبلها، وكمان هيعقمها لي كده ولما احطها بقى في البرطمانات دي قعدت يعني. طب ايه رايكم هاخد ايه بقى دلوقتي؟ معلش هقول مقادير الحلو. الحلو بتاعي النهارده جميل خفيف لطيف. عايز اقول لكم احنا بنروح ندفع فيه محلات قايمه عليه، محلات قايمه على الكريب، مع انه سهل جدا جدا نعمله في البيت باقل تكلفه. مقاديري سهله قوي، كل اللي هحتاجه ايه؟ هحتاج بيضتين، هحتاج كوباية ونص دقيق، هحتاج كوبايتين لبن، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين زبدة. مقاديري تاني لعجينة الكريب عبارة عن ايه؟ بيضتين، كوباية ونص دقيق، كوبايتين لبن خلاص، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبيرة زبدة. تزيينك والصوصات بتاعتك. انا هديك اختيارات، ولكن دي مش اجباري خالص، يعني انت ممكن رشة عسل، والفاكهة اللي موجودة عندك موز، فراولة، كيوي، اي حاجة عندك حطيها. انا هحط ايه؟ انا هحط شوية صوص شوكولاتة، هحط شوية صوص كراميل، هحط كيوي، هحط كمان برقوق، ويا سلام لو عندي شوية مكسرات. تمام؟ هي دي مقاديري، سهلة جدا وبسيطة جدا. بصوا بقى عندي هنا دي عمالة تعد ازاي. خلاص اروح اجيب بقى، احنا معانا تليفون. مين؟ ام طارق؟ مش الو. الو يا اخي، ايه المفاجاه دي؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ ايه المفاجاه الجميله دي؟ ايه اخبارك؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله. وايه الجمال ده والحب بتاع الناس ده بجد، ربنا يحبب فيكي خلقه والله. بدعيلك على طول. تسلميلي، ربنا يحبب فيكي خلقه. ايه ده، انت جميله يا بيبيان. يا حبيبتي ربنا يخليك، انت اللي جميله والله العظيم. انت جميله فعلا فعلا والله، تسلم ايدك. ربنا يخليك، انت اللي جميله والله. عامله ايه اخبارك؟ انا الحمد لله بجد والله، الحمد لله. بس بجد مفاجاه جميله قوي قوي قوي. ربنا يخليكي ليا، قلت اطلع كده ايه اشوفكم يوم الجمعه النهارده. منوره بيوتنا والله، منوراها حبيبتي والله. والله منوراها بجد. انا يعني انا بجد منوره بيكوا، ربنا يخليكي. ربنا يا رب يبارك لكم ويسعدكم، ويكسر البرنامج كله اللي بيطلع الجمال ده والحاجه الحلوه دي. امين طبعا، ده بجد فريق والله، ناس يعني ربنا يبارك لكم كلكم والله. فريق جميل، ويعني مش عايزه اقول لك بيتعب اكتر مني مليون مره عشان انا اطلع بس كده ايه اتكلم معاكم، ويكون عنده حسن ظنكم يا حبيبتي. ربنا يحبب فيكوا خلقه، وانتوا بجد ناس جميله جميله. انت اللي جميله، انت اللي جميله يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. ربنا يسعدك. ما تغيبيش بقى عننا يا بيبيان. انا اقدر، ده انا طالعه لكم اهو في اليوم اهو. لا انا اقدر. احنا ما بنستغناش عنك اصلا، ولا اليومين اللي انتوا بتقعدوا فيهم دول بنبقى مستقلك والله العظيم. حبيبتي والله، ولا انا ولا انا، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك، ما تحرمش منك يا حبيبتي. بصوا يا جماعه انا بجيب هنا ايه كله فيه
الخلاط، حطيت البيض الاول وبعدين حطيت اللبن، حطيت الزبده، هقلب كده. بصوا بضرب، ها شغاله. شايفين انا عملت ايه؟ انا حطيت البيض على اللبن الاول خلاص، وبعدين عملت ايه بعد كده؟ حطيت الزبده وضربت الاول، وبعدين وهو شغال بضرب الدقيق، مش هلاقي عندي اي ايه اي تكتلات. سهل جدا، وطبعا رشه الملح بتظبط لاي قوام. طبعا يفضل ان انا اسيب الخليط الحلو ده في الثلاجه بتاع مثلا ايه ربعايه يفضل، لكن انا هشتغل بيه على طول. سخنت الطاسه بتاعتي واديها دهنه ايه زيت. طبعا انا ممكن يكون عندي اي طاسه، المهم طاسه غير لاصقه، لاني انا هشتغل على طاسه مثلا طاسه كريب، ولكن انت تقدري تشتغلي على اي طاسه غير لاصقه. خلاص، واروح عامله ايه، جايبه الخليط بتاعي، جايبه الطاسه بتاعتي بعد ما سخنت يا جماعه جنبي هنا. بصوا بقى بعمل ايه، بحط الكريب في النص واقلب كده علشان ايه يمسك معايا ويتوزع معايا اهو. نميلي على اربعه على اهو، شايفين بفضل اقلب كده علشان يتوزع كله معايا وانا بعيده عن النار. عارفين لو نزلت هي على النار هتطلع معايا ايه، حته واحده اهو، زي بتاع الكريب، زي بتاع الكريب اهو، تمام جدا. واسيبها على النار واقول الو يا حبيبتي. الو، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انت عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك ان انا يعني من اول البرنامج ما ابتدى وانا على طول على التليفون، وربنا طبعا يكتر من حبايبك. حبيبتي حبيبتي رب حالش، انا تعباكي معايا. لا يا بس انت ما تعرفيش انا بقى مبسوطه فعلا. شفتي دي مفاجاه. شفتي يعني انا ما كنتش متوقعه انها تطلعي لايف. حبيبتي انا بحب اقتحم كده الايام، عارفه اللي هو ايه، انا عارفه النهارده هيكونوا قاعدين يتفرجوا عليا، طب انا هطلع لهم بقى. ايوه، احنا مبسوطين طبعا يا حبيبتي، بس حبيبتي فعلا عملتيها لنا مفاجاه. حبيبتي انا اللي نعم. بسأل على ام طارق طبعا وبسلم عليها لان هي سالت عليا فعلا. حبيبتي هم كلهم بيسلموا عليكي الله يسلمك وتسلم ايدك طبعا على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. تسلمي لي تسلمي لي، ربنا يخليكي. عامله اكل ايه النهارده؟ عندي محشي. الله الله يا جماعه يا جماعه، انتوا بتختبروا قوه تحملي ليه يا جماعه؟ وانا عارفه ان انت بتحبيه مشطشط بقى. يعني مشطشطه زيك بالظبط. جدا بحبه جدا مشطشط، يعني بالنسبه لي حاجتك كلها بتبقى مشطشطه بس جميل. انا مش عايز، بيحبوني هنا قوي، بتحبوني؟ اكيد. بصي حتى حتى يعني الفلفل حط عليه يعني مش فئة واحدة ولا اتنين، يعني حاطة كمية ايه كتير 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 الفلفل المشطشط. كتير، عارفة اللي هو، بس صدقيني ده نفحة. ده هيدي نفحة، هو فكرك هيدي ده نفحة بس بسيط. خالص بسيطة خالص، يعني مش هيدي حاجة قوية يعني. نورتيني يا حبيبتي ودايما عامر. قولي لي الحبايب متجمعين عندك النهارده؟ لا يا حبيبتي لا. سلمي لي عليهم كتير. الله يسلمك، هما بيسلموا عليك وبتعمل دايت. عشان كده مش عايزه تيجي عندك بقى قلتي. ايوه انا بقى رحت جبت. انا اللي هروح لها. اروح لها، بصي خدي المحشي وروحي لها، هتقول لماما لا. المحشي وهاخد حمام كمان وهاخد يعني حاجات تانية. اديني العنوان بس، يعني خدي كل خدي كل ده وانت رايحه واديني العنوان. عينيا يا حبيبتي. حبيبتي دايما عامر يا رب. يا حبيبتي دايما عامر يا حبيبتي، وتسلم ايديك. مبسوطه ان انا سمعت صوتك جدا. وانا كمان والله يا ربنا يخليكي يا حبيبتي ليا، تسلمي لي. بصوا بقى يا جماعه،
شايفين بتسيبي ازاي؟ اهي اهي لسه هسيبها كمان تستوي. انا مهديه النار طبعا، مهديه النار وهطلعها معاكم. خلاص لازم اهدي النار، انا اهو عاملاها على النار الوسط علشان ما تتحرقش، تستوي بس ما تتحرقش. امتى بشيلها يا جماعه؟ لما كل الطروف عندي هنا احط ايدي كده اهي، بصوا الاقيها فكه، لكن دي لسه، واخدين بالكم؟ اهي دي لسه قليلا، لسه لا لسه هسيبها شويه. طيب هغطي ده. تعالوا بقى نشوف الكريب النهارده بتاعنا هنقدمه ازاي. هقدمه شرايط. في الطبيعي ان الكريب بيتقدم ازاي؟ بيتقدم كده. لا بصوا بقى انا هعمل فيه النهارده، هخليه كريب شرايط، هيعجب الاولاد جدا، هياكلوه هيتبسطوا بيه، هيبقى مختلف عن كل ايه. بصي بقى هروح جايبه الكريب اللي انا مسويه اهو قبل الحلقه، واروح عاملاه كده، شايفين عاملاه ازاي؟ اهو حطاه على بعضه ومقطعاه. مين معانا يا رنون؟ محدش؟ طيب اهو محمود، يا استاذ محمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف فيبيان، عامله ايه؟ الحمد لله. والله حضرتك عامل ايه، اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. والله كل جمعه كده او كل ما بجيب مراتي وبنقعد نتفرج على حضرتك. والله ده شرف كبير والله كلامكم ده. يا رب اكون بس ضيفه خفيفه عليكم. لا والله ضيفه خفيفه، والاكل كله اللي بتعمليه. بس انا كنت عايز يعني ايه، كنت حضرتك، انا كنت مسافر ليبيا. عملت ايه؟ كنت مسافر في ليبيا باكل الاكل الليبي. الاكل الليبي برضه كنت عايزك تعملي في يوم حلقه عنه، وخصوصا يعني اللي هي المكرونه المبكبكه. انا جربتها هنا في مصر في مطاعم يعني مش في البيت. يعني بعيده خالص عن اللي احنا كنا بناكلها في ليبيا. طب قول لي بقى، طب قول لي لو تعرف بقى، انا عندي صديقه ليبيه قالت لي انا هديك الطريقه بالظبط. قلت لها بصي انا عملتها يعني بطرق كتير، قالت لي لا 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 انا هديك الطريقه الايه الاصليه. ايه اتقطعت. انا مش عارف والله الطريقه بالظبط، بس انا انت بتاكلها هناك. انا كنت باكلها هناك. طب خلاص والله انا هجيبها برضو من صديقتي وهعملها لكم اكيد قريب. يا ريت يا فندم والله، لان اكلك كله حلو. ولو انت برضو لو عرفتي الخطوات اللي هي مثلا، لان برضو انت عارفه ان اصل البلد بيبقى لهم، كل بلد بيبقى ليها اكلها المميز. طبعا توابل مميزه وطريقه مميزه طبعا. ما كنت على طول في ليبيا يعني الاكله المفضله ليا كانت هناك يعني. لا ما هي جميله بصراحه وسهله ما بيني وما بينك. وبيعملوها بقى انت عارفه بقى شطه وحاجات. لا وشطه. ايوه 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 حاضر والله اوعدك اعملها، واعمل شوربه ليبي كمان. حاضر اعملها لكم. يا ريت، منوره الدنيا دايما. ربنا يخليك والله، وحضرتك يعني سلامي للاسره وجمعه مباركه يا رب. بصوا انا قطعته وحطيت عليه اي صوص بقول لكم عندي، تقدري كمان تعملي صوص الكراميل ممكن ما تشتريهوش، واقطع عليه كمان ايه الفاكهه اللي عندي اهي كيوي. عايزه اقول لكم دي انا هعمل لكم واحده ثانيه نقطعها بقى زي ما احنا عايزين. الفاكهه اللي عندنا عايزه اقول لكم المسكر مع الكيوي بيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا. والبرقوق كمان مزز مع الكي مع الكريب مع الصوص اللي انا حطاه. طبعا نقدر نحط عسل، ما نحطش اي صوص من اللي انا حطاه ده ونحط عسل. اخترت كمان ان انا احط اهو برقوق معايا اهو. وعموما اول واحده كتير بتطلع في الكريب مش مظبوط، عشان بيبقى لسه الطاسه ما اخدتش الحراره المناسبه بتاعتها، والعجينه كمان لما بتقعد في بتقعد في الثلاجه بتكون ماسكه نفسها وحلوه جدا. بس انا هعمل لكم واحده حالا تاني، لسه عندي وقت عشان تشوفوا ناس. اهي بصوا بقى انا عملته بايه، واخدين بالكم؟ زينته بالكيوي وبالبرقوق، وهو مقاديره سهله قوي. ادي الحلو بتاعنا.
مفيش اسهل من كده. عندك بقى شويه مكسرات بندق سوداني انزلي كده بيها عليها. خلاص كل واحد يجيب طبقه وياخد مختلف. بصي بصي بقى، وبعدين بعد ما نعمل كده نحط شويه كراميل تاني اهو اهي، وكمان شويه صوص شوكولاته تاني. يبقى احنا كده ادينا طعم للكريب الاول وبعدين حطينا الفاكهه. الله، حلو جدا وسهل قوي. والفاكهه معاه اهو عندي، دي طلعت، بس زي ما قلت لكم هعمل لكم واحده تاني. يلا بينا، فين نعمل واحده كمان اهو. عندي الطاسه بتاعتي، الطاسه بتاعتي اهي، هحط لها نقطه زيت وامسح بيها اهو. اوكي، وبعدين اروح جايباها هنا زي ما اتفقنا، واروح اهو، واروح ايه موزعيها بسرعه. شايفين اهو وزعتها، شايفين بقت متساويه ازاي اهي، وارجعها تاني على البوتاجاز بتاعي. طيب انا هعمل ايه علشان دي اكبر؟ انا هحطها هنا علشان توزيع درجه الحراره، وهحط المكبوس بتاعي هنا. وعندي دي خلاص، عندي دي خلاص استوت، شيل بس كده ايه، عندي دي خلاص المكبوس ده خلاص الحلو بتاعي اللي يجنن ده، بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه ولذيذ جدا. ده كريب. حاضر محمود. اهو ده الكريب. خلاص قلت لك اي فاكهه عندك حطيناها، ومقاديرنا سهله جدا ومظبوطه جدا. طيب وعندي هنا كمان المعبوج، هذا المعبوج خلاص هقدمه. بصوا بقى هحطه في طبق اهو، واحطه هنا في النص كده علشان يبقى في نص ايه، في قلب، في قلب الاكله. واحط ايه الطبق هنا كده، ريحته حلوه جدا. عايزه اقول لكم ممكن تضربوا الفلفل اكتر من كده. ماشي، هقول لك انا جايب. بصوا بقى، واروح رش عليه رشه زيت زيتون بسيطه، احب المعه. عندي هنا بصوا الكريب اهو بيستوي، هدي النار عليه عبال ما اقدم ايه تعالوا تعالوا بقى نحط المكبوس بتاعنا. عندي هنا طبق هحط فيه كمان باقي الايه، هذا المعبوج. يلا بقى، واو واو يا جماعه على الريحه خطيره. بصوا بقى هعمل ايه، هحط الرز الاول وبعدين برضو الفراخ، نفس الطبق اهو اللي انا اخدت منه الفراخ وحطيته اهو. بصوا بقى مستوي الفراخ والرز اهو. تعالوا بقى نحط ايه الرز بتاعنا، نقلب بس كده اهو. تعالوا نقدم الرز سخن جدا 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 بتحابيشه بقى، نوزعه كده في الجوانب اهو. واو ريحته كمان تجنن، ريحته حلوه جدا. ونحط بقى عندنا هنا الطبق ده، ونرجع تاني ايه الفراخ بتاعتنا. يلا بينا. ايه ما عندكش بقدونس ولا حاجه يا سعيد، ولا نعناع؟ فاتكوا الخضره النهارده. شايفين ايه دي طبق الغدا بتاعنا، وحطيت جنبه المعبوك كمان
ناخد بقى على كل واحد ياخد الرز بتاعه والفرخة ويحط الصوص لو عايز طبعا اختياري. حاضر، وهشيل هنا كمان بقية المعبوك هقدمه. هطلع لكم بس الكريباية دي اهي. حاضر، وهقدم ده بس كده وهقدمه هو كمان جنبه. وادي الطبق الرئيسي بتاعنا هحطلكوا هناك، يلا بينا اهو. وادي الطبق ايه اللي جنبه، وادي اللي هو المعبوج الصوص اللي اخترته يكون جنب المكبوس. معبوج ومكبوس. تعالوا بقى نشوف ايه الكريبايه بتاعتنا لسه برضو اهي بدات، بس انا ايه مش عايزه اهي. بصوا بصوا بصوا، واو بصوا عامله ازاي اهي. بس كده خلاص، وبقت هتبقى خلاص هتاخد لون برضو من الناحيه التانيه وهتبقى جاهزه معايا. بس كده سهله جدا وبسيطه. عملنا ايه النهارده؟ عملنا المكبوس الكويتي، الرز بالفراخ بتتبيله مميزه، وكمان عملنا الكريب الشرايط، وقدمنا جنب المكبوس المعبوج الكويتي كمان. يعني كانت وصفاتنا النهارده من بلد الكويت الحبيبه، ولكن يعني زي ما تقولوا كده مصرناها شويه بتاتشاتنا، وكمان الكريب الخطير هيعجبكم قوي. يا رب تكون حلقه الجمعه النهارده عجبتكم. بكره ان شاء الله هتستنوني بحلقه جديده، هتلاقوني على قناتنا تين تي في من الساعه 1 ل 2 والاعاده الساعه 7 صباحا. كنت مبسوطه جدا 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 ان انا النهارده كنت معاكم في يوم زي يوم الجمعه. يا رب كل ايامكم مليانه خير وبركه، ووصفاتي من القلب لقلوبكم ويا رب توصل لكم، ويا رب كل بيوتكم عمرانه بالخير وريحه الاكل مفحفحه منها. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. باي باي.